إذا ما كانت الرابطة القلبية لكن ولو يبقى الإنسان خامد جامد يعيش واحد الإسلام كم موروث ومألوف وصافي. خص واحد الجذوة واحد شي حاجة تشعل شي شعلة هكذا تشعل ديك المحبة هكذا شوق الله سبحانه وتعالى. كتجي واحد الهبة ديال الناسين إحساني ولكن ما كتدومش كتمشي يا حال. ولكن باش يبقى عندك داك الشوق الله سبحانه وتعالى داك المحبة الله دائما هي اللي كتكلم ليك هي اللي كتكلم فيك هي اللي كتكلم بيك. إيوا هذا اللي خصك.